مسلسل نوح العين. شباب هذا المسلسل ليش كلكم عليه؟ على ابداع ابداع ابداع، المخرج بدع فيه ابداع مو طبيعي، وصراحه فاتك اكثر من نص عمرك لو ما تابعته. شباب صح انه مسلسل شبه قديم، قاعد يمثلون يعني قديم، بس يا شباب مبدع، يعني مبدع، يعني قاعد يعلم البنت انه ذا الشيء غلط وذا الشيء صح، وصح انه في شوية عقلية متخلفة، مثلوا انه في عقلية متخلفة، ولكن بس في شخص واحد مو في كلهم. مسلسل ابداع مرة. لا احكي لكم عن جمال ملاك اللي هي ملوكة يا عيال، يمكن هي الوحيدة اللي مسوية فولو على انستغرام، اقسم بالله هي الوحيدة. جميلة صراحة، والله العظيم جميلة، احسن شيء انها اصغر مني. سمني بكم شهر يمكن 18 يوم بس، والله صراحة ايش تحية ليش؟ ما ادري. روحوا تابعوا المسلسل، اذا ما تابعتوا المسلسل فاتك ثلث ارباع عمرك اقسم بالله. كذا نكون خلصنا تقييم المسلسل الرابع، نروح للمسلسل الخامس.